هنكمل كلامنا عن الكاينماتكس اوف بارتكلز، والنهارده هناخد تطبيق جديد يتكلم عن حركه جسم او جسيم بارتكل، يعني اللي هو ايه، مثبت في السقف عن طريق ياي او سبرينج بيتحرك حركه تردديه الاسفل والاعلى. الحركه دي بنوصفها بالاكس اللي هي الازاحه، بمعادله الاكس اللي هي بتعبر عن حركته. بالنسبه لي نقطه الاصل او نقطه الاورجن الريفرنس او المرجع اللي انا باخد بالنسبه له الحركه، تمام. عندنا معادله الاكس او الازاحه اللي بتوصف حركه الجسم ده، اكس بتساوي 10 ساين 2 تي بلس 15 كوزين 2 تي بلس 100. عندنا اليونتس بالنسبه للازاحه نستخدم المليمتر، طبعا جايبين في المساله تايم بتستخدم السكندز. الانجلز بتاعتنا او الزوايا بتاعتنا اللي احنا بنستخدمها بان راديان، واذا لم ينص اصلا في المساله او في البروبلم اللي عندك على ان هي راديان او ديجري فاحنا بنستخدم الراديان. يعني الاصل ان احنا باي ديفولت ان احنا بنستخدم الزوايا بتاعتنا دايما بالراديان اذا لم ينص عكس ذلك. يعني لو انت الكالكوليتور بتاعك شغال بالديجري، الاصل بتاعنا ان احنا بنشتغل براديان، يبقى اعمل حول او اعمل تحويل للمود بتاع الراديان عشان نشتغل بالزوايا ان راديان. المطلوب في المساله دي تحسب الاكس والفي والاي، الازاحه والسرعه والعجله عن تايم تي ايكوال 1 سكند، وبعد كده المطلوب الثاني نحسب الفي ماكسيمم والاي ماكسيمم. طيب نبدا في اول مطلوب، ازاي نحسب اكس والفي والاي، الازاحه والسرعه والعجله. طبعا عندي الازاحه، تمام، عايز السرعه وعايز العجله، نجيب نقول في تساوي دلتا اكس باي دي تي بتساوي، نفاضل المعادلة ديت بالنسبة للتايم أو بالنسبة للزمن، يبقى 20 كوزاين 2 تي. وما ننساش دايما إن الأرجومنت بتاعنا أو الزاوية اللي قدام الساين أو كوزاين طالما فيها كوفيشنت بنضرب الكوفيشنت ده في الكونستانت اللي بره مع تفاضل التريجونومتريك فانكشن نفسها، الدالة المثلثية مع تفاضلها نفسها. طيب ده بالنسبة لل 10 ساين 2 تي. بالنسبة للترم الثاني 15 كوزين 2 تي، نفتكر ان الكوزين دايما التفاضل بتاعه ماينس بالماينس يديني ماينس ساين 2 تي. ما ننساش برضو ان في 2 هنا اهوت، يبقى تايمز ال 15 يبقى 30 ساين 2 تي بلس 0، لان طبعا تفاضل الكونستانت بزيرو. نفتكر برضو مع بعض كده المعلومات اللي هي الخاصة بالتفاضلات والتكاملات في الكورس بتاع الكالكولس، لان احنا كل تطبيق هناخد نوع جديد من الفانكشنز، تريجونومتريك فانكشنز، اكسبوننشال فانكشنز، بحيث ان احنا كل مره ننوع من استخدام الفانكشنز دي عشان نبقى نفضلها ونكملها حسب المطالب بتاعه المساله. ده بالنسبه للسرعه او بالبي. بالنسبه للاكسلريشن او اي بتساوي دلتا في باي دي تي، نفاضل المعادله بتاعه السرعه تبقى ننساش كوزاين يبقى بالماينس، وبرده الكوفيشنت اللي جوه الزاويه او جوه الارجومنت تطلع بره تايمز الكونستانت، يبقى 40 ساين 2 تي، تمام، ماينس ده ساين، يبقى الساين زي ما هي ماينس، برده ننساش الارجومنت في 2 هنا كوفيشنت، يبقى 60 او 60 كوزاين 2 تي. دي معادلة الاكس او displacement الازاحة، دي معادلة السرعة او الفي الفيلوسيتي، دي معادلة الاكسلريشن او العجلة. عندنا ثلاث معادلات نقدر نحل اول مطلوب، وهو تعويض مباشر بالتايم تي ايكوال 1 سكند. نقول ات تايم تي ايكوال 1 سكند يبقى عندي اكس، اكس 1 stands for 1 سكند يعني، تساوي تعويض مباشر يبقى 10 ساين 2 بس تايم تي ايكوال 1 سكند، خلي بالك شغالين بالراديان، بلس 15 كوزين 2 فقط بلس 100. الكلام ده كله بيساوي 100 لو حسبتها على الكالكوليتور، 102.9 من 10 ملي متر. ما ننساش اليونتس وما ننساش انك شغال راديان عشان تطلع النتائج مظبوط. طيب نحسب برضو في 1 التايم تي ايكوال 1 سكند، نعوض تعويض مباشر في المعادله بتاعه السرعه، 20 كوزين
2 ماينس 30 ساين 2. الكلام ده لو حسبته يطلع ناقص 35 و6 من 10 مليمتر بير سكند. اوكي نحسب برضو الاكسل اي 1 اكسلريشن ات تايم كي ايكوال 1 سكند تساوي تعويض مباشر في المعادله بتاعت العجله او بتاعت الاكسلريشن ماينس 40 ساين 2 فقط راديان ماينس 60 كوزين 2 فقط راديان. الكلام ده بيساوي ماينس 11 لو حسبتها و4 من 10 مليمتر بير سكند سكوير. طيب ده بالنسبه لحساب اول مطلوب اللي هي الازاحه والسرعه والعجله عن تايم تي ايكوال 1 سكند. طب المطلوب الثاني عايزين نحسب الفي ماكسيمم والاي ماكسيمم. ناخد فكره بسيطه كده عن الماكسيمم والمينيمم في المنحنيات او العلاقات اللي بالشكل ده. فرض عندنا ان هو ده التايم تي على المحور الاكس وده هنا مثلا على المحور الواي بيمثل السرعه او الفيلوسيتي. عندي على سبيل المثال ده المنحنى بتاع السرعه المنظر ده كده. طيب عند كل بيك سواء في ماكسيمم او في مينيمم يعني اقصى نقطه اعلى نقطه واسفل نقطه او اقل نقطه تمام عند كل بيك من دول بيبقى بنحسبه ازاي او بيبقى فيه ايه ممكن نستخدمه. بيبقى عندنا دايما عند كل بيك على اي منحنى التفاضل الاول للمنحنى ده اللي هو في الحاله بتاعتي انا بشتغل فيلوسيتي يبقى الاكسلريشن بتاعتي عند النقطه دي وعند النقطه دي ولتكن تي استريكس مثلا ودي تي دبل استريكس تبقى الاكسلريشن هنا او هنا بتساوي صفر. ده اللي احنا خدناه عند اي نقطه ماكسيمم او مينيمم على اي علاقه في اي علاقه على اي منحنى بيبقى عنده التفاضل الاول للمنحنى ده او للعلاقه دي عند النقطة دي بيساوي صفر. يبقى احنا عندنا الاكسلريشن هنا او هنا هيبقى بيساوي صفر. يبقى نقدر نقول ان الفي ماكسيمم اللي هو عايزها او الفي مينيمم عامة بيبقى ات اكسلريشن ايكوال تو زيرو لان طبعا الميل هنا عندك او السلوب هنا بيبقى زيرو. طيب في ماكسيمم ات اي ايكوال تو زيرو يبقى انا عايز المعادله بتاعت الاكسلريشن واسويها بالزيرو يبقى اقدر اقول ان ماينس 40 ساين 2 تي ماينس 60 كوزين 2 تي بيساوي اسويه بالزيرو عشان اجيب منه التايم من المعادله دي اجيب منها التايم واعوض بيه في معادله السرعه. المعادله اللي انت شايفينها دي معناها لو اختصرناها نقول تان اللي هي الساين على الكوساين يعني تان 2 تي بيساوي ماينس 3 على 2 ده will lead to ان يبقى 2 تي ايكوال تو ماينس 98 بالراديان. اوكي طيب هل من المنطقي او من الطبيعي ان يبقى التايم بقيمه نيجاتيف؟ ممكن تبقى الازاحه، ممكن تبقى السرعه، ممكن تبقى العجله قيمه نيجاتيف. لكن هل المنطقي اتس نوت ريزونبل ان يبقى عندنا تايم بالنيجاتيف او يبقى عندنا زمن بوحده ناقص او بوحده نيجاتيف؟ طيب نعمل ايه في الحال ده؟ دلوقتي انا عندي على الكارتيزيان كوردينيت لو ده الاكس وهنا الواي عندي التان اللي بالقيمه
الناقص دي ربعين على الكارتيزيان كوردينيت اللي هو الرابع والتاني، الرابع والتاني، بيدوني قيمة نيجاتيف أو قيمة ناقص لظل الزاوية أو للتان بتاعة الزاوية. يعني لو أنا عندي الزاوية دي اللي هي بالناقص اللي هي ماينس 98 من 100، أو بمعنى أصح ماينس 56 درجة، دي بالراديان دي بالديجري، ريجكتد لأني ما عنديش تايم، يبقى بالناقص أو يبقى بقيمة نيجاتيف. طيب ممكن ساعتها يبقى الزاوية المقابلة اللي هي في الربع الثاني اللي هي بتديني نفس القيمة لظل الزاوية هنا أو هنا، بيدوني نفس القيمة لظل الزاوية اللي هي ماينس 3 على 2، زي ما الربع الأولاني والربع الثالث بيدوني قيمة موجبة بوزيتيف فاليو لظل الزاوية. عندي الربع الثاني والربع الرابع بيدوني قيمة سالبة لظل الزاوية، فتبقى الزاوية دي أو الزاوية المقابلة ليها في الربع الثاني بيدوني نفس القيمة لظل الزاوية، يعني حققوا المعادلة بتاعتي اللي هي تان 2 تي بيساوي ماينس 3 على 2. طيب أنا دي ريجكتد، النقطة دي مرفوضة، تمام؟ يبقى أنا ممكن آخد النقطة الثانية دي، الزاوية الثانية دي، اللي هي الزاوية بتاعتها بوزيتيف، اللي هي دي كلها اللي هي بتبقى حوالي 123 درجة بالديجري، تمام؟ طيب الفرق ما بينهم ايه؟ الفرق ما بينهم 180 درجة باي اللي هي 180 درجة، يعني ما نفعتش الزاوية أو القيمة اللي بالسالب دي، يبقى ممكن أضيف عليها باي 3.14 من 100 لأن أنا شغال راديان، أو مضاعفات الباي، يعني مش بس الزاوية دي، لو الزاوية دي ما نفعتش مش بس الزاوية دي اللي هتنفع، لا مضاعفاتها كمان، يعني ممكن تبقى الزاوية دي كلها لغاية هنا، وممكن تزود تاني وترجع للنقطة دي وهكذا، يعني ممكن تبقى بلس باي أو 2 باي أو 3 باي زي ما أنت عايز، طالما هتديك نفس قيمة التان وهتديك في الآخر بوزيتيف فاليو قيمة موجبة للتايم كي. طيب خلاص هنبدأ بس بالباي، هنضيف باي واحدة اللي هي 3.14 من 100، وهنشوف على البلوتنج بتاع الماتلاب لما نيجي نعبر عن العلاقات دي كلها، هنشوف كام نقطة ماكسيمم وكام نقطة مينيمم عندي، ونشوف كام باي ممكن أضيفها يحققولي القيم بتاعة ظل الزاوية، سواء بالنسبة للسرعة V أو بالنسبة للعجلة A. نشتغل على باي واحدة، يبقى أنا عندي معناها ان بتساوي 2.16 من 100، منها تي بتساوي 1.8 من 100 سكند، يبقى ده التايم اللي عنده الاكسلريشن بتساوي زيرو، اللي عنده في هتبقى ماكسيمم او مينيمم، وهنتكلم في النقطه دي دلوقتي شويه. نعوض بالتايم ده تعويض مباشر في السرعة، يبقى عندي V ماكسيمم بتساوي، نتكلم شوية عن الماكسيمم مينيمم دلوقتي، 20 كوزاين 2 تايمز 1.8 من 100 ماينس 30 ساين 2 تايمز 1.8 من 100، الكلام ده لو جينا حسبناه
يديني 36.6 ماينس 36.6 مليمتر بير سكند. ماينس 36.6 مليمتر بير سكند. طيب خلي بالك دي اشاره نيجاتيف، يعني معناه البيك دي ممكن تكون المينيموم اللي هي في الاسفل، اللي هنشوفها دلوقتي على السيميوليشن بتاع الماتلاب. طيب انا كاتبها ماكسيمم ليه؟ هي ممكن تنفع ماكسيمم كابسوليوت فاليو، لو انا خدت الابسوليوت فاليو للقيمه دي هتديني 36.6 كابسوليوت فاليو، فممكن تمشي كابسوليوت فاليو طالما ان هو كمان في المساله مش محدد الاتجاه، اتجاه الموجب بتاعي لقدام ولا اتجاه الموجب بتاعي عكسه، يعني طالما هو سايب الاتجاهات مش محدد لي، فممكن نعتبر ان برضو السرعه دي ولو انها بقيمه نيجاتيف لكن ممكن نعتبرها ماكسيمم، لانها تبقى على نقطه بيك زي ما قلنا، ممكن تبقى على نقطه المينيمم هتبقى قيمتها كبيره برضو كابسوليوت فاليو، هتبقى عند البيك بس الاسفل. طيب بالنسبه للاي ماكسيمم، الاي ماكسيمم نحسبها ازاي؟ الاي ماكسيمم هتبقى عند دلتا الاي اوفر دلتا تي اللي هو التفاضل الاول بتاع معادله الاكسلريشن بيساوي زيرو، يعني نقول برضو زي ما قلنا قبل كده، نقول اي ماكسيمم بيبقى ات دلتا اي على دلتا تي ايكوال تو زيرو. لو الاكسبريشن ده مش معروف هو مش مستخدم كتير، بس هو بيتقال عليه جيرك اللي هو تفاضل العجله بالنسبه للزمن. المهم احنا يلزمنا ان دلوقتي انا عايز الماكسيمم اكسلريشن بتبقى عند تفاضل الاكسلريشن بالنسبه للزمن بيساوي زيرو، يبقى ناخد برضو تفاضل الاكسلريشن، فاضل الاكسلريشن نقول تفاضل الاكسلريشن بيساوي ماينس 80 كوساين 2 تي كوساين، هنا يبقى هنفضلها دي معادله الاكسلريشن كوساين، يبقى التفاضل بتاعها بماينس، يبقى ماينس ماينس بوزيتيف، بلس 120 ساين 2 تي ايكوال تو زيرو. بالاختصارات هنلاقي ان تان 2 تي بيساوي 2 على 3، منها 2 تي بتساوي 56% بالراديان، يعني معناها تي واحدة بتساوي 29 تقريبا من 100 سكند. يبقى التايم دوت اللي هو 29 من 100 سكند هعوض بيه في معادله الاكسلريشن عشان احصل على A ماكسيمم. لو عوضت في معادله الاكسلريشن عندي هيبقى A ماكسيمم بتساوي ماينس 40 ساين 2 تايمز 29 من 100 ماينس 60 كوزاين 2 تايمز 29 من 100. الكلام ده كله يساوي ماينس 72 مليمتر بير سكند سكوير عشان اليونتس بتاعت الاكسلريشن. برضه طلعت قيمه بالسالب، قيمه نيجاتيف للعجله او الاكسلريشن بتاعتي، برضه هي ممكن تعتبر القيمه القصوى لكن في الاتجاه المعاكس، يعني برضه لو خدت الابسوليوت فاليو، لو خدت المودلس للقيمه دي زي ما عملت مع السرعه
او الفي ماكسيمم هتبقى قيمه قصوى لكنها في الاسفل. المينيمم نقطه المينيمم عند البيك برضو بس نقطه مينيمم لكنها قيمه قصوى، الابسوليوت فاليو بتاعتها قصوى. يعني مش طالما هو مش فارض الاتجاه اللي هو قدام او اللي ورا او اللي تحت او اللي فوق هو الموجب، فممكن يبقى سواء الاتجاه ده او الاتجاه ده يديني قيمه قصوى وبرضه تبقى تتخذ في الاعتبار بالنسبه للسرعه او بالنسبه للزمن. هنشوف الابلكيشن دوت على الماتلاب وهنعمل سيميوليشن لثلاث علاقات وهنحدد النقط بتاعه البيكس المينيمم والماكسيمم بتاعه الفي ماكسيمم والاي ماكسيمم. هنطبق بقى دلوقتي المسألة اللي احنا خدناها على برنامج الماتلاب زي ما عملنا المرة اللي فاتت. برنامج الماتلاب اتعرفنا عليه المرة اللي فاتت ان احنا بنكتب الكود بتاعنا او الستيتمنت بتاعتنا، الستيتمنت بتاعت البرمجة على الكوماند ويندو، وممكن تكتبها برضو على الام فايل، تفتح فايل وتكتبه من على الاديتور. هنا دلوقتي المعادلة بتاعت الاكس على سبيل المثال اللي هي x بتساوي 10 ساين 2 t بلس 15 كوزين 2 t بلس 100 جوه الفور لوب ستيتمنت، دي طبعا اللي بتعبر عن الازاحة او الديسبليسمنت. المعادلة كتبناها قبل كده على السبورة ودلوقتي بنكتبها بشكل زي ما قلنا فيه اختلاف بسيط مش في الجوهر ولكن في الشكل. يعني عندنا كل الفاريابلز سواء x او v او a او t بيبقوا عبارة عن arrays، يعني مجموعة من المصفوفات او مصفوفات صف واحد لكن عدد كبير حسب ما تحدد من الكولومز او من القيم. احنا هنا من واحد اللوب بتاعنا من واحد لسبعة تلاف واحد، يعني كل array من دول سواء t او الاكس او الفي والاي فيما بعد فيهم 7001 عنصر. يعني كل فاريابل او فاريانت زي التي 7001 عنصر، مش عنصر واحد زي ما كنا بنحسب الاكس والفي والاي عند تايم تي ايكوال 1 سكند، يعني بنحسب الازاحه والسرعه والعجله عند التايم بيساوي 1 ثانيه. لا، هنا بنحسب مجموعه كبيره من القيم او من العناصر لكل فاريبل، عشان كده بتقدر تمثل بعد كده او تعبر عن العلاقات اكس وفي واي جرافيكالي بسهوله، تقدر ترسمها على جراف. فادي معادله الاكس وعندنا برضو زيها يبقى معادلة الـ V والـ A، بس محتاجين نملاهم الأول عشان نقدر نفعلهم. هنملاهم إزاي؟ نملاهم بالتايم T اللي هو بقى بيعد زي كاونتر كده من 0 لغاية 7 ثواني، بس الستيب أو الانكريمنت الزيادة كل مرة 1 من 1000. فلو جيت تشوف تايم T ده اللي هو بيملى الأريز بتاعتنا اللي هي T of K كلها، بتملى التي الاري بتاع تي او التايم، هتلاقي فيها 7001 عنصر، 7001 كولوم، يعني هو صف و7001 عنصر بادئ من 0 ثانيه لغايه في النهايه لغايه 7 ثواني، بس 7001 عنصر لان ستيب زي ما قلنا ضعيفه صغيره جدا 1 من 1000. فدي احنا كده ملينا الاري بتاعت التايم او التي. نقدر نفعل بعد كده المعادلات بتاعت الاكس والفي والاي، يعني اقدر اغذيهم بالتي اوف كي دلوقتي بقى ليها وجود جوه بقى الستيتمنت بتاعت اللوب. اقدر افعل الاكس على سبيل المثال، ادوس كليك كده الاقي الاكس عندي ظهرت بقت برضو صف واحد 7001 كولوم برضو كورسبوندنج لل 7001 وحده زمنيه اللي هي في المصفوفه بتاعه التايم. تمام، نفس الاسلوب برضو السرعه كليك افعلها الاقي تنزل عندي برضو صف واحد 7001 عنصر، نفس الموضوع برضو بنفس الاسلوب الاكسلريشن او العجله برضو ادوس كليك
افعلها تطلع برضو 7000 صف واحد في 7001 كولوم او 7001 عنصر، لا ديت المصفوفة بتاعت الاكسلريشن 7001 كولوم 7001 عنصر في صف واحد. يبقى انا عندي كده المصفوفة بتاعت الطين فيها 7001 عنصر، وبرضو كل من الإزاحة X والسرعة V والأكسليشن A 7001 عنصر. يبقى كده احنا عاملين ماتشنج مظبوط، حتى عشان ما يبقاش فيه أي مشكلة وانت بتيجي تمثل المعادلات والعلاقات دي جرافيكالي. طب نمثلها ازاي؟ بالمعادلة بتاعت البلوتينج. بلوت، جهزها هنا اهو، بلوت ثلاث علاقات X و V و A. كل علاقة او كل معادلة لازم دايما تبقى عبارة عن X و Y. هنا ال X T وال Y X، وبعدين ال X T هنا وال Y V، وبعدين ال X T هنا وال Y A. ثلاث علاقات او ثلاث معادلات، ثلاثة functions نفعلها، وهنشوف دلوقتي طريقة التمثيل بيانيا يبقى عامل ازاي. دي الثلاث معادلات او الثلاث علاقات. الكيرف الازرق بيعبر عن الديسبليسمنت او الازاحة بالمليمتر، مش بالمتر. احنا ممكن نعمل دلوقتي حتى اديتنج للكيرف، ارفعه فوق كده يجي على الاكس اكسيس كله بالمليمتر. احنا قلنا اليونتس بالمليمتر، ففرصة نعدل اليونتس هنا، مليمتر مليمتر، تمام اوكي. وبعد كده ننزل الاديتور ده تحت تاني عشان نظهر الكيرف بتاعنا بعد التعديل. زي ما قلنا كده، الكيرف اللي هو بالازرق دوت اللي بيعبر عن الديسبليسمنت او اكس، الكيرف اللي بالاخضر بيعبر عن السرعة أو الـ V الـ velocity، والكيرف اللي بالأحمر ده اللي بيعبر عن العجلة أو الـ acceleration A. لاحظ بقى بعض الـ conclusions وبعض الـ matching اللي ما بين الكيرفات عشان تتأكد إن حتى الحل بتاعك مظبوط، وتعمل verification تتحقق من إن خطوات الحل مظبوط. إزاي؟ على سبيل المثال زي ما احنا شفنا عند time t equal 1 second، لو جينا نشوف بالكرسور هنا عن تايم t equal 1 second هتلاقي ان السرعة زي ما حسبناها تقريبا طالعة ماينس 35.6، ولو جيت هنا هتلاقيها عند البيك بالظبط هتلاقيها ماينس 36.6 زي ما احنا حسبناها، اللي هي الماكسيمم فيلوسيتي. طب احنا قلنا برضو دي ان هي طالعة نيجاتيف وانت بتقول ماكسيمم، طب هي نفس الموضوع، طالما احنا ما حددناش اتجاه فانا ما يفرقش معايا سواء لفوق او لتحت. اللي لفوق ولتحت ده اللي هو اللي يديني الاجابه او بيديني نتيجه بوزيتيف زي هنا كده او نيجاتيف. انا يفرق معايا القيمه، يفرق معايا الابسوليوت فاليو، يعني الماينس 36 دي يكمنها ان هي القيمه القصوى لكن في الاتجاه العكسي اللي انا فرضه. انا طبعا انا اللي فرضته مش مفروض في المساله نفسها، القيمة القصوى لعكس الاتجاه اللي انا للعكس الاتجاه او في عكس الاتجاه اللي انا فرضته، يبقى ده ممكن تبقى مقبولة كقيمة قصوى بغض النظر هي في انهي اتجاه. بالنسبة برضو للبيك هنا هنلاقيها نفس القيمة 36 و5، هتبقى 6% تقريبا، لكن في الاتجاه اللي انا فرضته، في الاتجاه اللي هو كان لأسفل، فبرضه تبقى قيمة مقبولة قيمة قصوى لكن في الاتجاه اللي أنا فرضه. فسواء هنا أو هنا هي قيم قصوى لكنها بتعبر عن البيكس أو الماكسيمم والمينيمم بوينتس اللي هي على الكيرف. فمش هيفرق معايا الاتجاه قوي طالما إن أنا بحصل على القيمة القصوى في الاتجاه اللي أنا فرضته أو في عكس الاتجاه اللي أنا فرضته، عشان نحدد نقول الفرق ما بين القيمة الموجبة والقيمة السالبة. برضو نيجي نشوف نلاقي ان
عندنا الكيرف بتاع الاكس او بتاع الديسبليسمنت عند البيك بتاعته، بنلاقي ان السرعة بزيرو. يعني تيجي تلاقي هنا البيك، هنا الكورسبوندينج فيلوسيتي هنا بزيرو. زي ما احنا قلنا البيك دايما سواء ماكسيمم او مينيمم بيبقى اول تفاضل للمنحنى ده عند نفس النقطة بيساوي زيرو، وده فعلا متحقق هنا. يعني عندنا عند البيك هتلاقي فعلا السرعة هنا بتساوي زيرو. نفس القصة هنا، هو ده بيك اهيت، هتلاقي هنا هو السرعة بتساوي زيرو، وهكذا. هتلاقي هنا برضو ده دي بيك، سواء ابر او لور هتلاقي السرعة برضو عندها من غير ما اشوف هتلاقيها زيرو اهو. طيب، وفي نفس الوقت انا عندي لو السرعة تناقصية decreasing بتقل كل مادة، يبقى انا مفروض طالما انها بتقل يبقى انا مفروض عارف ان العجلة بتاعتي مفروض ان هي تناقصية، وده بالفعل. يعني العجلة بتاعتي في المنطقة اللي فيها السرعة بتقل هنا كلها اهي، هتلاقي العجلة بتاعتك بالنيجاتيف من غير ما اشوف، هتلاقي العجلة بتاعتك بالنيجاتيف في المنطقة دي كلها، العجلة بالنيجاتيف او الاكسلريشن بالنيجاتيف، لان الفيلوسيتي هنا ديكريسنج. اجي هنا الاقي الفيلوسيتي انكريسنج بتزيد، الاقي العجلة معاها بوزيتيف بتتغير بوزيتيفلي، تمام، بغض النظر عن القيمة بتاعتها لكن هي بوزيتيف موجبة. دي هي عشان نقدر نعمل فيريفيكيشن او نشوف خطوات الحل بتاعتنا، ونقدر نعبر تعبير كامل وواضح عن العلاقات اللي هي خاصة بكل من الإزاحة والسرعة والعجلة. وعشان كمان نفهم إن مش بيك واحدة بس، مش نقطة واحدة اللي ماكسيمم، ولا نقطة واحدة مينيمم، لا عندنا كذا نقطة، مينيمم مينيمم هكذا إلى ما لا نهاية، عندنا ماكسيمم ماكسيمم وهكذا على كل كيرف على كل كيرف. فمش نقطة واحدة زي ما أنا قلت، إحنا ممكن نضيف باي واحنا بنحل ونجيب في ماكسيمم، او ممكن نضيف 2 باي او 3 باي او 4 باي او 5 باي لغايه انفينيتي زي ما انت عايز، كلهم هيحققوا ظل الزاويه اللي هي ماينس 3 على 2، مش هتفرق حتى لو الى ما لا نهايه. اقعد تضيف قيم مضاعفات الباي او ال 180 درجه هيديك نفس القيمه لظل الزاويه اللي هي ماينس 3 على 2. معنى كده ان انا عندي اكثر من بيك، اكثر من مينيمم، واكثر من ماكسيمم، وده الحقيقه. وده الحقيقة عندي دلوقتي زي ما احنا شفنا على الكيرف بتاع السرعة اللي هو الأخضر ده، عندي كذا قيمة للماكسيمم وكذا قيمة للمينيمم. وسيميلر للموضوع دوت بالنسبة للإزاحة الديسبليسمنت أو للأكسلريشن. ونفهم برضو إن مش قيمة واحدة بس اللي بتحقق لك موضوع الماكسيمم، سواء احنا اتفقنا سواء الماكسيمم دوت في الاتجاه الموجب اللي أنا فرضه أو عكس اتجاه الموجب اللي أنا افترضته، سواء كده او كده هيبقى كذا ماكسيمم وكذا مينيمم. فيبقى عندي الحلول الحقيقية لمسألة بالشكل ده حلول غير منتهية، يعني indefinite solutions. ودي يعني ممكن نقدر نمثلها حسب الرينج بتاع التايم اللي انا باخده. هنا خدت من 0 ل 7 ثواني، ممكن بعد كده نزود الرينج بتاع التايم وهتلاقي نفس الساينسويدال ويف، او ممكن نقلل وهتشوف نفس البرفورمانس بتاع الكيرفات دي مع بعض. ده كانت نظرة بسيطة